قامت مديرية بلدية سامراء كوادر قسم المشاريع بتبليط سايد الجزء المتضرر من شارع الخضراء الشرطة في مدينة سامراء. العمل شمل سايد واحد، العمل كان يتم من مبالغ الميزانية التشغيلية للبلدية، وهي التي تعتمد بدرجة الأساس على واردات البلدية. يعني تم العمل ضمن الإمكانية المتاحة. احنا ان شاء الله في الفترة القادمة ناويين انه نبلط السايد الثاني في حال استحصال المبالغ المطلوبة من المؤجرين والمديونين للبلدية، من المؤجرين لأملاكها. قسم الإيجارات يقوم حاليا بمتابعة الإيجارات بشكل مكثف. إن شاء الله وضعنا خطة عمل في الفترة القادمة، نأمل أنه يتم تبليط أغلب الشوارع المتضررة، يعني شوارع نقول حسب الأولويات، وبهذا نقول يعني نعمل بالإمكانيات المتاحة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية من المحافظة والحكومة المركزية. لحد الآن البلدية لم تتلقى أي تخصيص مالي من أي جهة، فاضطرينا إلى أنه نعمل من وارداتنا لتقديم ما ممكن تقديمه من خدمات للمدينة والمواطن.